القائد تويو. قصر أوساكا إنه رائع. هذه أول مرة أراه فيها من قريب. ليس سك يحني رأسك هيا. لما تفعلت ذلك؟ صمت. عفوكم سيدي، إنهما ساسوكي وجامبو الجبار يا سيدي. ساسوكي وجامبو، بإمكانكما النهوض الآن. حاضر. أحضر السيف. حاضر. هو سيف القائد تويو الشهير يا ساسوكي. السيف الأسطوري؟ بالضبط، صنعه أشهر الحدادين خصيصا للقائد تويو. ساسوكي جامبو. نعم. عليكما أن تسلما هذا السيف للقائد سانادا. حاضر. ساسوكي أحضر السيف من قصر أوساكا وسلمه للقائد سانادا. علمت أن في هذا السيف سرا كبيرا. سرا كبيرا؟ شرير، أريد أن أعرف سر هذا السيف الشهير. ابعث برجالك كي يصرخوه. هيا. حاضر. فهم؟ لكن ليس في هذا العمل متعة كافية لرجل قوي مثلي. هناك ساسوكي، إنه من رجال سانادا. لكنه ولد صغير. لا لا تستخف به. دع الأمر لي، سأخلصك منه حالا. يا سيف الرهيب قائد سانادا، ما هو السر المخبأ في هذا السيف الأسطوري؟ إنه الدليل إلى مكان الكنز الكبير. الكنز الكبير؟ يقال إن مخبأ الكنز الكبير محفور في مكان ما من هذا السيف. اكتشافه صعب. سيدي، أتسمح لي بأن ألقي نظرة؟ شكراً. لا عجب أن يكون هذا السيف مشهوراً جداً. انتبه انتبه يا ساسوكي. إني أطلب منك أن تنظر إليه. لما لم تقل ذلك؟ كأنه حي. إنه يخيفني، يخيفني يا ساسوكي. لا أرى شيئاً فيه أبداً أبداً. ترى أين توجد النقوش السرية؟ ما الذي يجري هنا؟ ساسوكي، في المرة القادمة سأقتلك. ماذا؟ قش. تذكر القش. القش، توقف. شرير مخيف. أساعدك. شكرا. أين والدي؟ أراد أن يبقى وحيدا. شكرا ساسوكي. لا شكرا على واجب. أني سيوكي، جامبو سيهتم بذلك. هي جامبو، لا تقف هكذا، ساعد الأنسة. هيا تحرك.
حاضر، املأينا المغطس للحمام. ساسوكي، سأذهب أنا لتحضير العشاء. حسناً. ما أجمل الهدوء. أرجو أن يأتي يوم يستطيع كل إنسان أن يردد هذه الكلمة. ربما اندلعت الحرب بين لحظة وأخرى. أتمنى أن تتحسن الأحوال ويسود الهدوء. سيأتي هذا اليوم عما قريب. ساسوكي، ماذا ستفعل إذا ابتعد عنا خطر الحرب وساد الهدوء؟ إذا ساد الهدوء، سأعود إلى أمي وأساعدها في زراعة الأرض، ثم سأبحث لي عن زوجة جميلة. ساسوكي، ترى كيف ستكون زوجتك؟ زوجة ساسوكي؟ ما الذي حشرك أنت؟ زوجتك ستكون هكذا. زوجي العزيز. اغربي عن وجهي أيتها القبيحة. زوجتي ستكون هكذا. ما أجملها، زوجتي العزيزة، زوجتي. الماء بارد. ساسوكي، سرحت في الخيال. أبي، جئت لأضيء الشموع. هل تحب أن أحضر لك العشاء إلى هنا يا أبي؟ فيما بعد؟ حسناً. إنه مفتاح السر. أبي، ماذا جرى؟ وجدته، إنه مفتاح السر يا يوكي، والفضل لك أنت يا ابنتي. ها؟ الفضل لي؟ نعم، الشمعة، وعلى السيف أحرف لا يمكن قراءتها إلا على ضوء خفيف جدا مثل ضوء الشمعة تماما يا يوكي، تماما. ماذا؟ السير؟ أجل، قائدنا رجل ذكي. سماء، سماء، واقف. أنت تأكل كثيرا، لابد أن معدتك من المطاط يا جامبو، تأكل كثيرا. لا تتدخل بشؤوني. على الحمام وأنا عشاني. ماذا جرى؟ أهلاً.
إنه الشرير أرقش. جامبو كن متيقظا. حاضر. إنه يسعى وراء سيفي دون شك. لقد عاد الشرير إذن. ها أجل عاد يا سيدي. ماذا عن السر؟ إني أقترب من الحل يا ساسوكي. سأقوم بجولة يا سيدي. من أنت؟ أنا سنيكي شقيقة هانزو هاتوري سيد الشرير من أتباع الإيجا. أنت متهورة حقا لتقفي هكذا في طريق الأرقش. إيجا أين اختفت؟ إيصار الشباك. ها؟ تعتقدين أنك ستتخلصين مني بهذه الخدع الرخيصة؟ أنت مخطئة. ماذا؟ العود. ساسوكي الواغد. ساسوكي حين ينتهي السناد من اكتشاف السر سأعود لأستولي على السيف وأصفي حسابي معك. أنا مدينة لك مرة أخرى. لا، أنقذتك بكامل إرادتي. علينا أن نساعد بعضنا عند الحاجة، ألا تؤمنين بذلك؟ لا، نحن من النينجا، عند الحاجة علينا أن نقتل من يعترض سبيلنا، هذه قوانيننا. أنا لا أقبل بهذه القوانين. رقيق القلب. ماذا؟ إلى اللقاء يا ساسوكي. توصلت أخيرا إلى كشف السر. الكلمات التي وجدتها مكتوبة على السيف هي سماء، واقف، الرعد، يدوي، والنور. ما معناها؟ أنا لا أفهم شيئا. عندما يدوي الرعد يجب أن يكون السيف واقفاً نحو السماء، عندها ينكشف السر المخبأ في السيف يا ساسوكي. الرعد بدأ يدوي، لنجرب إذن. Ah!
سيدي، ظهرت أحرف على السيف. ها؟ مكان المخبأ مكتوب هنا. أخيرا كشف السر يا ساسوكي. أبي مبروك يا أبي. شكرا، سيفرح القائد تويو كثيرا. جامبو اعتني بالسيف يا جامبو، اعتني به. حاضر. السيف هذه المرة استبليت عليها. الويل لك مكانك. توقف. أشقي أين اختفى؟ لست هاربا منك، سأقضي عليك الآن، سأقضي عليك. شعاع المرآة البراقة. ها؟ تجمدت المياه. ها؟ ماذا يفعل هذا الشقي؟ ساسوكي هل أنت خائف؟ ماذا؟ يا إلهي إنها تجذبني. يا إلهي فقدت قوتي، لا أقدر على الحراك، لا أقدر. أرقص، أنا هنا، خذ. الفرصة السانحة. لقد رددت لك الجميل. عدت إلى الكلام ذاته. الأفضل لك أن تترك النينجا يا سنيكي. وأصبح فتاة عادية. أجل، ستشعرين بسعادة أكبر. سأتذكر هذه الكلمة.
أهنئك يا سنادة، أهنئك. شكرا على هذا المديح، أنا لا أستحقه. بالمناسبة يا سنادة، أنا لا أنوي استعمال الكنز من أجل الحرب. هذا قرار حكيم، بسبب الحروب المتكررة فقد كثير من أولادنا أهلهم. أقترح عليك أن تستعمل هذا الكنز لإعانة اليتامى. معك حق، هذا ما سأفعله بالتأكيد.